ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان هيرتسي هليفي قوله إن الجيش سيبدأ التحقيق في أحداث 7 من أكتوبر خلال الأيام المقبلة. وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن التحقيقات الداخلية في الجيش بشأن هجوم أكتوبر ستستغرق 3 أشهر. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. معلومات عدة نقلتها الإذاعة الإسرائيلية. أحمد، دعنا نخوض في تفاصيلها، ودعني أبدأ بالسؤال عن تحقيق أحداث 7 من أكتوبر. هل هذا التحقيق الذي كان هيرتسي هليفي بصدده ومن أجله يعني تشاكل صح التعبير مع نتنياهو، هل سيبدأ الآن فعليا يعني ويستغرق 3 أشهر، أم أن هناك سياقات أخرى تحكم هذا التحقيق؟ سيبدأ فعليا لكن سيكون على مراحل. ما فعله هيرتسي هليفي قبل أسابيع وأثار غضب نتنياهو وبنغفير وغيرهم من الوزراء هو أنه بدأ بالتحقيق بإحضار لجنة خارجية من ضباط سابقين، من رؤساء أركان سابقين في الجيش الإسرائيلي. هذه المرة التحقيق سيكون بصورة مختلفة، ستبدأ كل وحدة عسكرية، كل قطعة عسكرية، كل كتيبة عسكرية بالتحقيق داخليا لمعرفة أين كانت في السابع من أكتوبر، وما التصرف الذي تصرفته في هذا اليوم وفي الفترة التي قبلها وفي الفترة التي ستليها. بعد ذلك، بعد أن تنتهي التشكيلات العسكرية من التحقيقات الداخلية، سترفع توصياتها إلى لجنة أخرى يبدو أنها ستكون لجنة خارجية. يحاول هيرتسي هليفي وكأنه يحاول تأجيل الصدام مع المستوى السياسي الإسرائيلي، مع الوزراء الإسرائيليين، عبر الإعلان بداية عن تحقيق داخلي مصغر داخل الوحدات العسكرية قبل الانتقال إلى التحقيق مع قيادة الجيش الإسرائيلي، لأن الأعراف في إسرائيل تقول أن يحقق رئيس أركان سابق مع رئيس الأركان الحالي، وهكذا دواليك مع قائد سلاح جو سابق مع قائد سلاح جو حالي. حتى الآن لم يصدر قرار بخصوص تلك التحقيقات، تنحصر عفوا التحقيقات في المستويات العسكرية الميدانية وفي التكتيك. كل فرقة عسكرية أو كل مجموعة عسكرية ستناقش أمور عينية، أين كانت في هذا النهار، أين أخطأت في نقل دباباتها مثلا، أو ما إلى ذلك من أمور تقنية. التحقيق السياسي لم يبدأ بعد. التحقيق في مفهوم الجيش الإسرائيلي، في عقيدته، في تصوراته الخاطئة تجاه قطاع غزة، في ركونه وادعاءاته أن حركة حماس مرتدعة ولن تقوى على شن هجمات على إسرائيل. كل هذه التحقيقات هي تحقيقات عارة تكون معمقة أكثر، تكون من لجنة معينة من قبل الدولة الإسرائيلية، من قبل إما المحكمة العليا أو الحكومة الإسرائيلية وما إلى ذلك، وليست تحقيقات داخلية كالتي بصدد تشكيلها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، وستبدأ خلال الأيام المقبلة ديما.